بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. الحقيقة حلقتنا النهاردة زي ما تعودنا بتبقى عبارة عن نصفين، النصف الأول مجموعة من الأخبار، والحقيقة خلاص يعني في ألعاب كتيرة الموسم بالنسبة لها انتهى، فالحقيقة ما عندناش أخبار كثيرة عشان نقولها على فرقنا الرياضية، ولكن مازال عندنا كرة اليد بتلعب رجال، وعندنا كرة السلة رجال وسيدات، دول الثلاث أفرع المعروفين لحضراتكم اللي لسه عندهم نشاطات خلال الشهر القادم، وفي منهم اللي خلاص يوم الجمعة زي كرة اليد هيكون آخر مباراة لي في هذا الموسم، نتمنى إن شاء الله الفوز، وهنعلق على كل الأحداث دي وهنشرحها لحضراتكم بالتفصيل، ده هيبقى في النصف الأول. النهاردة الفقرة الحوارية أو يعني حلقتنا النهاردة في الفقرة الحوارية مع ألعاب القوى. السادة المشاهدين أو جمهور النادي الأهلي، يعني اللي ما يعرفش إحنا الحقيقة عندنا ألعاب قوة أو نشاط ألعاب قوة جوه النادي الأهلي، وعملنا له حلقات كتيرة الحقيقة وفردنا إنجازات كبيرة لألعاب القوة، والنادي الأهلي بيحتضن أبطال أولمبيين وبيحتضن نجوم مصر وأبطال مصر أغلبهم طبعا، مش كلهم أكيد، ولكن أغلب اللاعبين واللاعبات سواء على قطاع الناشئين أو الفريق الأول أو العمومي أو أي أعمار سنية النادي الأهلي بيحتضنهم. ورئيس الجهاز كابتن ياسر داوود، الحقيقة عندنا نشاط كبير وعندنا نتائج جيدة جدا اتحققت في ألعاب القوى سواء على المستوى المحلي أو حتى المستوى الإقليمي والقاري. النهاردة ضيوفي هيكونوا ألعاب القوى، هيكون معانا مجموعة كبيرة طبعا على رأسهم كابتن ياسر داوود رئيس الجهاز، والحقيقة اللي يعني الفترة الأخيرة كان يعني عامل خطط وبلانز معينة لألعاب القوى على مدار السنوات، والحقيقة كان ضيفنا دايما بصفة مستمرة ودايما بنستعرض مع اللي فات واللي جاي. هيكون هو ضيفنا النهاردة على رأس مجموعة من اللاعبين، ومنية خالد هتكون معانا، ومعانا روشا نادر، ومعانا جيلان سيد وعلاء السيد، دول مجموعة لاعبين ألعاب القوى اللي هيكونوا معانا في طبعا في وجود كابتن ياسر داوود عشان نستعرض إنجازاتهم ونعرفهم بحضراتكم، وعشان نستعرض ايه اللي جاي كمان، ودول ابرز الارقام الحقيقه اللي اتحققت في العاب القوه هذا الموسم، دول ضيوفنا ان شاء الله في الفقره الحواريه. هنروح لاخبارنا، هنبتدي بكره اليد رجال، مباراه امبارح لكره اليد الاهلي والزمالك واللي انتهت بخساره النادي الاهلي امام نادي الزمالك 29-25، خلاص مستر ديفيد ديفيدز واللاعبين والجهاز الفني قفلوا صفحه هذه المباراه. وارد جدا ان انت تتعادل في السيريس 1-1 وتروح لمباراه فيصل، وده وارد جدا جدا. ولكن اللي مش طبيعي هو الاداء التحكيمي امبارح الحقيقه، حاجه اداء التحكيمي من حكمين اتنين يعني علاء حسن وحسام معتمد، لازم نقول اساميهم. الحكم علاء حسن وحسام معتمد، الحكمين دول للاسف امبارح اخطاء تحكيميه بالجمله. ويعني ابرزهم على الاطلاق طبعا طرد اتنين لعيبه ابراهيم طبعا المصري، وطرد اول طرد لينا كان الطرد المصري ابراهيم المصري مدافع، وبعديهم على طول كان ياسر سيف. طرد الاثنين لعيبه دول كانوا امبارح في المباراه بدون الرجوع للفيديو بروف. انت النهارده ما عندك حتى، انتوا عارفين في كل لعبه في فار في كره القدم هو اشهر يعني مسمى، عندك في كرة السلة IRS، عندك في كرة اليد الفيديو بروف، ما راحلوش. يعني النهاردة أنت عندك اتنين بيتطردوا، أبسط الإيمان هتطرد لعيب مهم من فرقة لازم تروح تبص في الوقت اللي الماتش اللي قبل كده حصل من لاعب الماتش الأولاني، حصل من لاعب نادي الزمالك تصرف وهو خارج من أرض الملعب وكل الكاميرات جابته وكل الدنيا شافته، ما حصلش أي إجراء. يا جماعة يعني أنا ما عنديش كلمة أقولها، يعني طب يعني الناس دي إزاي، يعني أنا مش عارف. ماتش الزمالك الأولاني لاعب مهم في نادي الزمالك بدون ذكر اسمه خارج من الملعب، تم طرده خارج من الملعب، عمل حركة أو يعني صدر منه أمر كل الناس شافته، وانتظرنا وقعدنا نكتب ونقول إيه اللي هيحصل معاه، لجنة المسابقة هتعمل إيه، ما فيش حاجة. امبارح بيطلع الكارت الأحمر لاتنين لعيبة مهمين عندك في نو تايم. طب يا باشا روح بص على الفيديو، واللي احنا بنطالب من هنا مباراة تالتة لازم يروحوا له، لو الحكام ما راحتلوش هيبقى فيه مشكلة وهيضيعوا مجهود فرقة. نادي الأهلي هذا الفريق اتعرض لظلم كبير، وانا هقول لكم ليه كمان. الحاجة التانية، أول المباراة خالص كان في فاول على أحمد الأحمر يستحق إيقاف دقيقتين ورمية جزائية، ولا كأنهم شايفينها ولا كأنهم شافوها. يعني تاني، علاء حسن وحسام معتمد الحكمين دول خليكم فاكرينهم، مش هننسى ابدا اللي عملوه في مباراه امبارح، عمرنا ما هننسى مهما ربنا احيانا كده كهلاويه، عمرنا ما هننسى علاء حسن
وحسام معتمد من اللي صدر منهم امبارح. قد يكونوا توفقوا او ما توفقوش، يعني دي حاجه انا ما بقولش، ما بخش جوه النوايا، ولكن انا بتكلم على اداء، اداء جوه الملعب. انا لا سمح الله ما بقولش حد بيتعمد حاجه، عشان بس ما يتقالش هيثم قال في قناه الاهلي كده، انا بقول ان في اخطاء، والاخطاء دي الحقيقه يعني اثرت معانا جامد جدا. طيب اروح لحاجه تانية، والماتش دي حاجه ما تخش الحكام بقى، المباراه الاولى، المباراه الاولى اللي حصل فيها وما دخلتش اي اكشن نهائي. طيب انا رسالت هنا ل يعني لجنه الحكام والحكام اللي هتحكم المباراه ايا كان، وهو في اسامي اتسربت يعني ولكن ما تعلنش عنها يعني رسميا، ولكن يعني رسالتي لجنه الحكام والحكام لو سمحت يعني ركزوا، ما تضيعوش مجهود فرقه، لان اوريدي النادي الاهلي داخل المباراه دي هو مظلوم، وانا قلت الحلقه اللي فاتت نظام المسابقات ظلم النادي الاهلي، ولجنه المسابقات اللي حطت مسابقات الرجال ظلمت النادي الاهلي. هو نفس الاتحاد في لجنه مسابقات للسيدات ولجنه مسابقات للرجال، لجنه مسابقات السيدات ادت الافضليه للي طول الموسم بيكسب، وطلعت في النهايات اول تاني تالت رابع كل واحد بيمتاز بميزه حسب ترتيبه، ادت للي تعب واجتهد طول السنه ميزه، كان منها في السيدات ان الدوره المجمعه الاولى تبقى على ملعب الثاني، الدوره المجمعه الثانيه تبقى على الملعب الاول، ودخلك راكب بنقطه او نص نقطه عن اللي بعدك، عن اللي بعدك. الرجال مش كان من ده خالص، اول وثاني زي بعض ويلعبوا بيست اوف 3، ده في عهد مين؟ وفي عقل مين؟ وفي عدل مين؟ وفي ميزان مين ده؟ يعني في انهي ميزان تقول ان انت السنه كلها بتلعب وفي الاخر تتساوي الاول بالثاني ونلعب بيست اوف 3؟ ليه؟ ليه؟ يعني ايه الدافع لكده؟ امال انا يعني يا اخي طب انا اخش يعني وديني بيست اوف 3 بس انا فارق بنقطه، ان انا اكسب ماتش واحد من الثلاثه افوز، يا راجل يا راجل ميزني بحاجه. ما يبقاش انا الموسم كله بتعب وبكسب وما خسرتش غير يمكن مباراه ولا حاجه وبتساوي باللي خسر ثلاث اربع مباريات، يا راجل يا راجل فين كده؟ ده فين في اي حته في العالم كده؟ دخلني فارق نص نقطه ان انا اكسب ماتش واحد من الثلاثه افوز، يبقى الثاني لو كسب ماتشين هو اللي يفوز، ماشي انا معاك. والاول يبقى معاه ماتش، يا سيدي ماشي، ومع ذلك ظلم، ويا سيدي اعتبرها لك كده. انما انت النهارده بتدخلني متساوي مع الثاني؟ طب ازاي يا جماعه؟ ومع ذلك تجيب لي حكام يعملوا فيا كده كمان؟ ده ايه ده يا جماعه ده؟ طيب خلاص انا يعني انا بصراحه يعني اعذروني، ان انا يعني انا دمي محروق من امبارح بصراحه. رسالتي للعيبه، طلعوا كل الكلام ده بره دماغكم خالص، طلعوه بره دماغكم، ركزوا في المباراه، عادي جدا تلعب، اعتبر ان انت بتلعب ضد 8 لعيبه في الملعب، وانتوا فاهمين كلامي، اعتبر كده. انزل العب راجل واعرف ان انت هتاخد البطوله دي يعني بالمجهود والتعب والعرق. انزل دافع وجز على اسنانك والعب. انت النهارده يعني مباراه بالموسم كله، فان شاء الله يعني نتمنى من اللاعبين التركيز بدون اي ضغط عصبي. نلعب وندافع ونتوقع اي حاجه ممكن تحصل في الملعب من الحكام، توقع اي شيء. انا يعني بقول الكلام ده للاسف وانا في قمه يعني الاحباط بصراحه، بس هو ده لازم يتعمل. انا لو مكان اللعيب هلعب كده، لازم العب. والله بقيت بخاف من الحكام في الالعاب الجماعيه ضد النادي الاهلي اكتر ما بخاف من عدم التوفيق او من الفرقه الثانيه. ولكم يعني في كره السله والطايره واليد كل ده يعني حكايات نقعد نقولها بصراحه. معلش انا طولت عليكم في الموضوع ده، ولكن انا يهمني ان شاء الله اللعيبه تنزل مركزه يوم الجمعه باذن الله، دفاع نغل نلعب بقوه، انتوا الافضل طول الموسم، انتوا الاحسن، نتائجكم بتقول كده، ادائكم بيقول كده، نرجع تاني الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع. وان شاء الله ربنا يوفق وربنا المستعان باذن الله. هم 60 دقيقه ربنا يوفقنا فيهم باذن الرحمن. هنروح لكره السله رجال اللي موجودين في رواندا، سافروا اول امبارح، وصلوا اتمرنوا، بنتابع تدريباتهم بشكل مستمر. مستر اجوستي بوش اختار خلاص الفرقه اللي هتسافر، اللي هتبقى 13 لاعب. وطبعا ليه 13 لاعب؟ لان معانا لاعب من الام بي اكاديمي بيكون موجود، يعني القصد اقول لكم انه خلاص ما عادش فيه وقت او وقت للتدريبات كتيره. اول مباراه لينا هتكون ان شاء الله يوم 24 باذن الله، وهتبقى مباراه تصنيفيه، يعني مباراه يعني ترتيبيه. هنلاعب مين؟ هنلاعب نادي الفتح المغربي، وده يعني هتبقى في الساعه 5 في تمام يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله، دي اول مباراه لينا. وفي حاله فوزنا باذن الله هنلعب مع الخسران في ماتش اهلي بنغازي الليبي وكيب تاون تايجرز، اللي هو غالبا هيكون كيب تاون تايجرز، لان الاهلي البنغازي طور فرقته ودعمها اكتر من مجموعه النيل، او كان بيلعب معانا في مجموعه النيل، خد تاني الوصيف المجموعه بعدينا، بس طور يعني دعم فرقته بمجموعه من اللاعبين اقوى كمان، فالفرقه بقت احسن. لو كسبنا اللاعب الخسران لا قدر الله، لو خسرنا اللاعب الفائز
من الفرقتين دول. نتمنى ان شاء الله ان احنا نفوز اول مباراه، وبعد كده نروح على المباراه الثانيه تبقى مباراه سهله، وبعد كده نخش بقى على دور الثمانيه، ونخش بعد كده على دور الاربعه والفاينل. هم خمس مباريات بالمناسبه، خمس مباريات، مباراتين تصنيفيتين وثلاث مباريات بقى 8-4-1. طبعا اكيد اطاله عمر البطوله ده ليها اهداف معينه، هي ان انت تدور على العدل المطلق، ان الفرق تاخد فرصها، وان الفرق كلها تلعب وتاخد نفس الفرصه. وكمان اكيد ليها اهداف اخرى من اهداف تسويقيه، لان كل المباريات دي متباعه وبتتذاع على موقع الام بي اي نفسه، موقع الام بي اي في امريكا بتتذاع عليه المباريات دي، يعني بتتشاف في كل حته في العالم. فاكيد في اهداف تسويقيه زي ما في اهداف فنيه كمان لهذه البطوله. والبال الصراحه او الام بي اي اول ما دخلوا افريقيا وتم رعايه هذه البطوله، الحقيقه اجمل تعليق سمعته يعني سواء في كره في بطوله افريقيا الكره الطايره او اليد، قال لك طب يا جماعه ما نجيب الام بي اي يرعى كمان الطايره واليد وبتاع، لان الحقيقه يعني ال 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 التنظيم رائع، ما بتصرفش يعني النادي ما بيصرفش حاجه، النادي الام بي اي متكفله بكل مصاريف البطوله، سفر اللاعبين، اقامتهم، لبسهم، كل شيء، والمحترفين كل شيء بيتكفل بيهم الام بي اكاديمي عشان يضمن ان الفرقه اللي هتشارك تاخد نفس الفرص ونفس البادجت اللي محطوطه للفرقه دي هي نفس البادجت اللي محطوطه للفرقه دي. خلي بالكوا ده موضوع يعني نفس الميزانيه بتاعت الفرقه دي، الاهلي خد نفس الميزانيه، اهو بطل اللي هو البال السنه اللي فاتت، نفس الميزانيه اللي واخدها الاهلي الليبي. يعني ايه بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو دايما يبقى فيه تكافؤ فرص، ودي حلاوه البال. وانا بتصور ان كل نسخه ورا الثانيه دي النسخه الرابعه، كل نسخه ورا الثانيه هيحصل تطور وعدد الفرق هيكتر. النهارده في ثلاث مجاميع تصفيات، كان الاول مجموعتين، مجموعه الصحراء ومجموعه النيل، النهارده بقى في مجموعه كمان في جنوب افريقيا، اتصور هيعملوا بعد كده مجموعه في وسط افريقيا، مجموعه في السنغال، مجموعه في مصر، مجموعه في جنوب افريقيا، ممكن يعمل لك واحده في سنترال افريكا تاخد المنطقه اللي في النص دي، ممكن كمان يعمل لك نهايتها تبقى في رواندا. فانت النهارده بيعمل سكان لكل وبيضمن ان كل افريقيا بتشارك معاه، ده بيبقى فرصه. احنا واحنا لعيبه كنا نتمنى ان ده يبقى موجود، اتشاف ومصر يشوفوني ويبقى عندي فرصه، ليه لا؟ لعيب من عندنا يروح الام بي اي، اللعيب بتاع افتكر سيتي اويلرز، يعني انا مش فاكر بالظبط يعني كان بيلعب فيه لان هم كانوا مباريات كتير، ولكن رايح جامعه ديوك اكبر جامعه في امريكا النهارده. فلعيبه كتير بتتشاف دلوقتي بقى ليهم فرصه، غير زمان كانت الفرص قليله ونتشاف صعب. هنروح لكره السله سيدات، خلاص برضو دي من الفرق، احنا قلنا عندنا كره اليد رجال، كره السله رجال، كره السله سيدات. كره اليد رجال اخر مباراه الجمعه، كره السله رجال عندهم البال الباسكت بول افريكان ليج هتلعب الاسبوع اللي جاي من 24/1، وبعد ما يرجعوا ده الباسكت بول الرجال، بعد ما يرجعوا يوم 6 اول مباراه في البلاي اوف المتأهل من مباراة الاتحاد وسبورتنج، اللي هيتأهل منهم هيبقى أول مباراة لينا في البيست اوف فايف، هيبقى يوم 6/8/10/12/14. ده بالنسبة للسلة رجال. هنروح للسيدات. سيدات كرة السلة ما عندهمش بال، ما عندهمش بطولة أفريقيا، ما لعبوهاش، اتلعبت في الأول وهي بنسخ وهي شكل التقليدي بتاع زمان يعني. عندهم البيست اوف فايف هيلعبوها مع نادي سبورتنج، احنا أبطال الكأس وخدناه من سبورتنج. مباراة وحيدة. النهاردة هنلعب بيست اوف فايف مع سبورتنج. كابتن طارق خيري يعني خلاص رفع التركيز لاقصى معدلاته وبدا ينزل بالحمل البدني عشان خلاص يوم الحد اللي جاي اول مباراه في البيست اوف فايف لهذا الفريق. هنلعب الحد، ثلاث، خميس، سبت، اثنين، ده لو رحنا لمباراه رابعه او خمسه. الماتشات هتتلعب على مجمع الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر، وهتبقى زي ما قلت لحضراتكم حد، ثلاث، خميس، سبت، اثنين ورا بعض، يعني فاصل يوم بين كل مباراه والثانيه. فرقتنا تأهلت للفاينل ده من خلال فوز على سبورتنج، على هليوبلس، وسبورتنج اتأهل نتيجة على حساب الجزيرة. وطبعا المباريات دي هيبقى اللي يفوز بثلاث مباريات، ودي الأول مرة الأولى بالمناسبة يتعمل في السيدات بيست اوف فايف، كان دايما بتبقى بيست اوف ثري، النهارده عمل بيست اوف فايف. الحقيقة اللي عنده بنش كويس بكرر هو اللي بيقدر يوصل للنهاية. ماتشات الزمالك اللي شفناها في الرجال كان لآخر مباراة يعني الماتشات ماشية ايكوال. فالنهارده اللي اداك الأفضلية الناحية البدنية خبراتك، البنش عندك تغييرة، يعني هو ده اللي اداك الافضليه، بالاضافه طبعا انت فرقتك فيها مجموعه من اللاعبين مميزين، ولكن بتكلم مع طول المباريات وطول الوقت لان انت محتاج فرقه السكواد بتاعها كبير. كل الكلام ده او كل اللي انا بقوله ده هيخلص مع 14/6، هيكون اخر ماتش للرجال، او المفروض يكون اخر ماتش، قد يكون يوم 12 اخر ماتش، وبعد كده هتتقفل الصفحه دي تماما ونهائيا، ويبقى كده انتهى او اسدل الستار على منافسات الالعاب الجماعيه تماما. ونتكلم بعد كده على منتخبات مصر بإذن الله الفترة اللي جاية واستعداداتها لأولمبياد باريس 2024، هتلعب إن شاء الله في شهر 7 و8 القادم بإذن الله. كده خلصنا أخبارنا المحلية، نروح لأخبار منتخباتنا، ودايما عينينا على
يعني ابطالنا من ذوي الهمم، عينينا دايما وقلوبنا ودايما مركزين بنفس التقدير ونفس معايير الاهتمام بالنسبه لنا احنا مع ابطالنا البارالمبيين او اصحاب الهمم، وبالاخص النهارده خبرنا عن كره الطائره جلوس ابطال افريقيا. ولو حضراتكم فاكرين كنا عملنا لهم حلقه كبيره هنا في استوديو قناه النادي الاهلي واحتفلنا بيهم بفوزهم ببطوله افريقيا، هم كده قرعه طبعا باريس 2024 لاولمبياد البارالمبيه 20 باريس 2024. انا حضراتكم عارفين في الاولمبياد بيبقى فيه اثنين اولمبياد، اولمبياد بارالمبيه واولمبياد اولمبياد اولمبيه عاديه للاسوياء. طيب مين مجموعتنا طلعت فيها الكره الطائره الجلوس؟ هتحطينا في المجموعه الاولى، مجموعه صعبه، فرنسا صاحبه الارض والبوسنه والهرسك وكازاخستان. احنا ممكن نكسب البوسنه والهرسك وكازاخستان ونتاهل للدور اللي بعد كده ان شاء الله، ممكن يجيبوا ميداليه باذن الله. المجموعه الثانيه فيها ايران بطل العالم، البرازيل، المانيا، اوكرانيا. المجموعه دي اصعب بكتير منا كمان، عندك ايران وعندك المانيا والفريقين تقال جدا. طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا بطل امم افريقيا وطبعا اتاهلنا للالعاب البارالمبيه، ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله، ونتمنى كل ابطالنا اصحاب الهمم واللي بيلاقوا رعايه النهارده من شكل مختلف. كل ضيوفنا الحقيقه اللي شرفونا في الاستوديو البارالمبيين حسوا باختلاف الفتره اللي فاتت، بقى في دعم في اكتر من كده ومحتاجين اكتر من كده، ولكن مما لا شك فيه انه بقى احسن، لان الحقيقه بقى النهارده بيتم دعمهم من جهتين في الدوله، وزاره الشباب والرياضه واللجنه البارالمبيه المصريه، وايضا من الناحيه الثانيه وزاره التضامن الاجتماعي تمام كمان بتقدم دعم لابطالنا اصحاب الهمم. في الحقيقه الدعم جاي لهم من ناحيتين، ان شاء الله يكون الدعم اكتر من كده، ونتمنى اكيد ميداليات اكتر لابطالنا البارالمبيين. هنروح لخبرنا الثاني مع البدل. البدل الحقيقه من الالعاب اللي بتنتشر في مصر بشكل كبير جدا، الناس بتحبها، وهي عباره عن ملعب زجاجي بيبقى فيه اربع لعيبه بيلعبوا، اتنين هنا واتنين هنا، وبتستخدم مفيش لاينات، بتستخدم الحيطه، هي مزيج ما بين الاسكواش والتنس الارض. هي لعبه صعبه، الرالي بتاعها طويل، ممكن الماتش يقعد ساعتين، ممكن يقعد ساعتين لربع، ممكن يقعد ساعتين ونص، الماتش الرالي بتاعه طويل، لان ان انت تجيب نقطه بيبقى صعب، لان الكوره دايما محكومه من كل النواحي. احنا عندنا طبعا كابتن غتواري رئيس الاتحاد، عندنا نشاط بدا يزيد، لعيبه المنتخب عندنا كمان بيشاركوا بشكل مستمر، سواء منتخبات الشباب او الشابات او المنتخب الكبير. الحقيقه كابتن غتواري شارك طبعا في الجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه الدوليه، وتم مناقشه ازاي يدرجوا طبعا لعبه البادل على الاولمبيه الدوليه. خليني اقول لكم ان الانتشار بتاع البادل مش بس في مصر، ده بينتشر بشكل مرعب على مستوى العالم. المهندس احمد غتواري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل كشف اخر تطورات والكواليس اللي كانت في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبدل، واللي اتعملت في دولة باراجواي، وهي أحد الاتحادات المؤسسة للعب باراجواي أسبانيا، يعني الدول الناطقة باللغة الأسبانية الحقيقة بيتميزوا بهذه اللعبة. وفي الاجتماع ده طبعا كان في خطوات قوية لدخول اللعبة لأجندة اللجنة الأولمبية الدولية وفي الفترة اللي جاية، وده عن طريق تطبيق متطلبات اللجنة. اللجنة طلبت بعض المتطلبات لازم الاتحاد أو الاتحاد الدولي يحققها عشان تخش على أجندة، ومش بعيد جدا دورة 2 نلاقيها دورة لعبة أولمبية، لأن هي فيها كل المواصفات. والحقيقه احنا في العاب المضرب مميزين، مناسبه لجيناتنا الجسديه العاب المضرب يعني. طبعا كابتن غتواري رئيس الاتحاد قال ان الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي شهدت تغييرات في النظام الاساسي اللي هو طبعا اللائحه الاساسيه اللي بتحكم النشاط في الاتحاد الدولي، حصل فيها تغييرات عشان تتوافق مع متطلبات اللجنه الاولمبيه الدوليه، وده استعداد لدخول لعبه البادل الاولمبياد. انا زي ما بقول لكم كل ده ترتيبات ان اللعبه بتنتشر، واللجنه الاولمبيه الدوليه دايما بتحب ايه؟ الالعاب الغريبه اللي هي طالعه، يعني الاسكواش بقالنا قد ايه بنحارب عشان يخش، هيخش لوس انجلوس كمان مش دي اللي بعديها، وبقالنا كتير بالنادي وحملات من الاتحاد الدولي بتاعها وما دخلتش. البدل ما فيش في 7 8 سنين قال لك لا عايزينها تخش الاولمبياد، لان الاولمبياد الدوليه تحب كده الفكر الايه الغريب شويه. واكد كمان ان مصر ساعدت 6 دول افريقيه عشان تاخد عضويه الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي للبدل، وده بهدف زياده عدد الاتحادات المحليه في القاره السمراء، واضاف ان مصر حصلت على اشاده كبيره من الاتحاد الدولي للعبه بعد مساهمات مصر في انتشار وتوسيع قاعده اللعبه في افريقيا في الفتره الاخيره، وده الهدف الحقيقه اللي الكابتن غتواري بيسعى ليه من خلال منصبه رئيس الاتحاد المصري والاتحاد العربي، ان ينشر اللعبه سواء في الاتحاد الافريقي بالتعاون مع الاتحاد المصري، وايضا كمان في الاتحاد العربي. وشفنا البطوله العربيه اتعملت في الامارات، وشفنا ازاي منتخبنا راح شارك فيها وكان ليه دور كبير جدا وكان ليه تواجد قوي هناك في هذه البطولة، وتقريبا فزنا بهذه البطولة البطولة العربية. يعني قصدي اقول انه النهارده البدل لازم نستعد للطفرة الكبيرة اللي هتحصل في الفترة اللي جاية، وتصور ان احنا ان شاء الله مستعدين ومحتاجين اكتر مزيد من الاحتكاك.
كده خلاص خلصنا اخبارنا اللي هي تعتبر قليله، لان زي ما قلت لحضراتكم اغلب فرقنا الرياضيه منافساتها انتهت. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل استقبل بطلات وابطال العاب القوى ورئيس الجهاز الكابتن ياسر داوود، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وقبل ما ارحب بضيوفي لازم اقدم لانجازهم. النهارده يعني ابطالنا لعبوا من حوالي 3 4 ايام بطوله البحر الابيض المتوسط تحت 23 سنه، واللي اتلعبت مدينه الاسماعيليه، واللي كانت الحقيقه اول مره في تاريخ هذه البطوله تتنظم في مدينه الاسماعيليه. الحقيقه البطله اللي معانا والبطل اللي معانا هم عندهم اعمارهم 19 سنه، لعبوا تحت 23 سنه وخدوا الميداليه البرونزيه في رمي الرمح. ادي اول انجاز. نخش على الانجاز الثاني، وهي البطوله العربيه اللي اتلعبت قبلها بشويه، و البطله والبطل اللي معانا 19 سنه برضو اخذوا وكانوا بيلعبوا بطوله عرب تحت 20 سنه، فازوا بالذهب بارقام جيده جدا، يعني في من اللي حطم رقمه وفي اللي جاب اقل من رقمه شويه، ولكن فاز بالذهب في البطوله العربيه. لازم ارحب بضيوفي الابطال الحقيقه اللي منوريني في الاستوديو. طبعا برحب بجيلان سيد، اهلا بيك يا جيلان، مبروك على البطوله العربيه ومبروك على طبعا البحر الابيض المتوسط. برحب طبعا بعلاء السيد نجم طبعا رمي الرمح وبطل العرب وبرونز بطوله البحر الابيض المتوسط، اهلا بيك علاء، منورنا. جيلان، يعني كنا بنتكلم قبل الهوا ان انت بتتمرني طبعا في النادي الاهلي وانت بنت النادي الاهلي، بس قلت لي ان انا بسافر الشرقيه اتمرن. طب احكي لي القصه ايه، وازاي بتقدري تسبورت ده مع طبعا بعد المسافه وكمان عندك مذاكرتك، عشان نبين للساده المشاهدين قد ايه انتوا بتبذلوا مجهود. هو انا مش من كتير قوي كنت بتمرن في الشرقيه، يعني انا طول عمري كنت بتمرن في القاهره، بس قبل البطوله العربيه باسبوع انا رحت الشرقيه اتمرن مع كابتن نجيب وكابتن ايهاب عبد الرحمن. عشان يعني كابتن ايهاب بالنسبه لي حاجه كبيره، كان نفسي مواني من زمان. خلينا بس نقول كابتن ايهاب عبد الرحمن، فكر الساده المشاهدين، هو بطلنا الاولمبي ولاعب النادي الاهلي، بطل اولمبي كبير ويعني احد نجوم العالم في رمي الرمح، وهو طبعا مثل اعلى لاثنين نجوم معانا، فهم بيتكلموا عن البلد او المدرب اللي بيمرن كابتن ايهاب عبد الرحمن هو كابتن محمد نجيب، هو موجود في الشرقيه. طيب قولي لي بقى، بتروحي ازاي، بتعملي ايه، بتتمرني كام يوم معاهم؟ هو انا معاهم بتمرن يومين في الاسبوع، بسافر بالقطر بقعد 3 ساعات وبعدين بتمرن وبعدين برجع تاني في نفس اليوم 3 ساعات كمان، برجع بالليل جدا، بس بيبقى التعب طبعا، بس يعني كله عشان دول بصراحه. ما شاء الله، دي ذهب بطوله عربيه وبرونز كمان الالعاب. طب قولي لي رمي الرمح، يعني انت بتلعبي قد ايه اللعبه، بقالك قد ايه بتلعبيها؟ انا بقالي داخله دلوقتي على 10 سنين او 11 سنه. وكنت طول عمرك في الاهلي؟ طب ليه رمي الرمح؟ هو انا اصلا كنت بلعب هاندبول، فالكابتن شافني في ميه وانا بلعب هاندبول في الاهلي. طيب دي حاجه جديده اول مره نعرفها. طيب وشافك فين بقى؟ في ملعب الهاندبول. ملعب الهاندبول. طب ليه مين اللي شاف؟ فكره الكابتن مين اللي كلمك؟ هو كان كابتن عبد النعيم. قال لك ايه بقى، فاكره ايه قال لك؟ وكان عندك كام سنه؟ انا كنت صغيره خالص، سواء جه كلم بابايا الاول كان بس، فبعدين انا قلت اجرب فجربت. عجبتك ولعبتي. طب خلينا نتكلم عن البطوله العربيه، مين كانت المنافسات، مشيت ازاي، مين ابرز المنافسين ليكي، رقمك ايه اللي حققتيه؟ انا الحمد لله كسرت رقمي، جبت 44 متر. رقمي كان كام؟ كان 42. ده اللي انت عملتيه في الجمهوريه مش كده؟ بس انت في البطوله العربيه جبتي ابعد 2 متر، ده كتير. كتير. طب ايه اللي حصل؟ هل ده يعني كان توفيق من ربنا ولا كان اعداد ولا؟ هو كان تعب سنين فعلا عشان ازيد كل ده. وانت كنت عارفه ان هجيب الرقم ده ولا ولا؟ لا، هو انا كنت واثقه ان انا هجيب اول. بس ما كنتش متوقعه ان انا هجيب اكتر من رقم، يعني كان 44. طب شايفه الرقم ده حتى الان الدنيا كويسه، يعني شايفه الرقم ده كويس، راضي 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 تطلعاتك ولا في احسن؟ هو في احسن، بس كبدايه دي حاجه كويسه. ان شاء الله اجيب اكتر من كده وجيب رقم اولمبي كمان باذن الله. ان شاء الله. علاء اجي لك برضو، انت لعبت نفس البطولتين، بطوله عربيه خدت ذهب، الله اكبر، انتوا الاثنين نفس الارقام تقريبا، نعم نفس النتائج مش ارقام. جبت ذهب بطوله عربيه وكمان جبت برونز في بطوله الالعاب الافريقيه والالعاب سوري الالعاب البحر المتوسط. احنا النهارده بنتكلم عن برضو نفس القصه، بتمرن في نادي الشرقيه مع كابتن محمد نجيب. بتمرن الشرقيه ومع كابتن محمد نجيب مدرب الكابتن ابو عبد الرحمن. انت اصلا من الشرقيه؟ انا من الشرقيه. طب بدايتك مع الرمح كانت ايه بقى؟ خلينا نبتدي من البدايه. انا صراحه يعني كان في 2014 2013 بتفرج على الرمح، بتفرج على لعب القوه عشان اخويا وانا صغير كان بيلعبها. كان بيلعب ايه بقى؟ كان بيلعب رمح برضو؟ لا اخويا كان بيلعب سبرنت، بيلعب 100 متر. تمام. بس هو مبطل دلوقتي لاعب كره يد. بس وقتها كان بيلعب 2014 كان بيلعب.
وكنت بتفرج على العاب القوى كتير، وبتفرج على الكابتن هو عبد الرحمن فحبيت وبدات مع الكابتن محمد نجيب، وحتى الان لسه مستمر يعني. مستمر. طيب بتمرن كام يوم في الاسبوع؟ 6 ايام تقريبا كل يوم تقريبا. هو لازم يوم راحه في الاسبوع. طب انت بتاخد تمرينك بتبقى عباره عن ايه؟ هل هو رامي رمح طول الوقت؟ لا طبعا، هو ولا في فيتنس؟ بتمرن فيتنس وبتمرن حديد وبتمرن لياقه جري والرمي كل حاجه. كل حاجه. طب كلمني عن بطوله عربيه، دخلت ازاي؟ تاهلت لها ازاي؟ ما انت النهارده في عشان تاهلها. انا تاهلت من بطوله الجمهوريه، كانت بتتلعب قبلها بحوالي اسبوعين في المنيا، رميت فيها 62 60 وتاهلت منها، عملت اول. انت يعني انت تاهلت بطوله عربيه عشان انت خدت اول جمهوريه؟ تمام. وبعد كده خدت اول عرب. الفاصل ما بين الجمهوريه وما بين العرب كان قد ايه؟ حوالي اسبوعين او 3 اسابيع. ما تفرقش كتير يعني. هو تقريبا انت كان نفس الاعداد ونفس كل حاجه. بس الغريبه ما شاء الله ان انت جبت في البطوله العربيه اقل كمان شويه من رقمك، يعني رقم 62 انت عملته في الجمهوريه، جبت اقل حاجه بسيطه 61 وكسور. طب ده بيبقى حسب توفيق يعني، ما لهاش توفيق من ربنا، بس هي اكتر يعني على حسب كل ماتش، كل ماتش ولظروفه. طب البحر المتوسط انت فاكر مين اللي اخد اول وتاني؟ طبعا مين؟ تركيا خدت اول وتاني كرواتيا. كنت تعرفهم ولا اول مره تشوف اللعيبه؟ لا كنت اول مره اشوف اللعيبه طبعا. طب خدوا يعني يعني خدوا ذهب وفضه يعني ابعد منك بكتير يعني، ولا الفرق كان قريب؟ لا هي فرق مش بعيد قوي ولا قريب قوي يعني. يعني كان قد ايه مثلا؟ يعني فاكر الاول جاب كام؟ تقريبا 74 متر. 84 74 74 بس. ده مش على فكره يعني انت النهارده جيلان بس هم اكبر مني يعني، هم تحت 23 سنه، انا بلعب مع السن الاكبر مني. يعني انت 19 سنه، هم عندهم مثلا 22. فهم اكبر منك بثلاث سنين. فالتحول ده سهل تجيبه في 3 سنين. ان شاء الله. ان شاء الله. طب نفسك تعمل ايه؟ ايه اللي نفسك تعمله علاء؟ انا نفسي اتاهل ان شاء الله اولمبياد 2028. شايفها صعبه؟ لا ان شاء الله، ما فيش حاجه صعبه عن ربنا ان شاء الله يعني. فاضل 4 سنين نعمل فيهم اعداد قوي، كابتن محمد نجيب يعني ان شاء الله يعمل لي اعداد قوي ونتأهل. طيب ايه الطريق عشان دي صورتك؟ دي كانت فين بقى؟ في اسماعيليه؟ دي في بطوله البطوله البحر المتوسط. ودي وانت بترمي الرمح صح كده؟ بالظبط، دي في البطوله العربيه. دي بطوله عربيه. البطوله العربيه كانت فين؟ اسماعيليه برضه. الاسماعيليه، الاثنين كانوا في الاسماعيليه. بس يعني ما شاء الله يعني ستايلك حلو، يعني شكلك تحب تشوف، تحب اتفرج عليك مش عارف ستايلك وانت بترمي الرمح، يعني شكلك حلو، الستايل كويس. طيب اهم حاجه قول لي. اي بالظبط، ما هي تكنيك. طيب قول لي انت الطريق عشان توصل اولمبياد طريقك ازاي؟ المفروض تعمل ايه؟ اهم حاجه التمرين، الاعداد يعني، بمشي اعداد على يوم الاداني، ماشي اعداد بدل نطلع فورمه لحديت يوم البطوله. بكون في احسن حالاتي لحديت يوم التاهيل يعني، التاهيل البطوله ببقى قبل البطوله بشهر. يوم التاهيل ابقى احسن في حالاتي، اكون رامي التاهيل رقم تاهيل ان شاء الله. انت اول مصري بينك وبين التاني في مصر، قريب الدنيا قريبه ولا بعيد عنه؟ يعني رقم البطوله اللي فاتت قريب، في البطولات اللي قبلها ساعات يبقى بعيد يعني، حسب كل ماتش. طب انت على مدار تاريخك برضو بتاخد اول جمهوريه على طول؟ اول جمهوريه على طول ما شاء الله. كل الاعمار السنين انت شاركت فيها؟ شاركت فيها من اول تحت 12 سنه لحد تحت 20 ما شاء الله. طب جيلان نفس الكلام، انت كنت يعني على مستوى يعني تاريخك على الاعمار السنيه كنت بتاخدي برضو اول، ولا التحول ده حصل في الفتره الاخيره؟ لا هو انا مش كنتش دايما باخد اول يعني، كنت ساعات باخد اول بعدين اخد تاني، ساعات كتير باخد تالت. فلا هو التحول ده يعني كان صعب جدا، عشان اشتغلت كتير قوي عشان اعرف اطلع تاني اخد اول بقى بجد واكون مستحقاها. اهم حاجه في لاعب رامي الرمح ايه من وجهه نظرك؟ يعني انا دايما بشوف كل افرع او كل نشاطات او العاب القوه، كل لعبه وليها يعني حاجه بتتميز بيها. لاعب الرمح المفروض يبقى ايه؟ يعني انت لو شفتي لاعب دلوقتي او شفتي يعني حد بيتمرن يد زي ما كنت انت بتتمرني يد، وايه اللي يخليكي تقولي ده ينفع وده ما ينفعش انت بعد السنين الطويله اللي انت قضيتيها في رمي الرمح؟ هو طبعا انا يعتبر خبره، بس برضه مش خبره كافيه ان انا احدد. بس برضه يعني تقدري تشوفي يعني وضع طبيعي، تقدري تحكمي على اللعيبه صغير يعني، لو حد عنده 12 سنه 11 سنه ايه اللي يميز؟ ايه اللي اب اللي شافه في ابنه او بنته يقول لا ده انا اوجهه يلعب رمح؟ هل اطرافه تبقى طويله؟ هل يبقى عنده توافق عضلي عصبي عالي؟ يعني العصب والعضلي مع بعض مهم صح؟ لان هي بتبقى اهم حاجه يعني. هو في الروح بالذات مش لازم الطول قوي، بس يعني هاب طويله الله اكبر يعني. احنا بنقول لهاب ليه؟ لان هو يعني هو مش لازم الطول قوي يعني. اللي كان في بطوله العالم 2015 اللي كان بيلعب معاه اللي عمل اول، هو اثر منه بكتير وكسبه يعني. هو مش مهم الطول مش في اللعبه الطول. انا يعني انا شايف كده برضو انا وجهه نظري. طب بس التوافق العضلي العصبي اهم طبعا، مهم زائد الكتف، بتهيألي الكتف لازم يكون قوي. انا بالنسبه لي اهم حاجه ابص عليها الكتف، الكتف صح لازم يكون قوي.
لازم. الرمح نفسه تقيل، وزنه قد ايه معاك؟ لا البنات اعلى حاجه 600 جرام، الولاد 800 جرام. انت بترمي ب 600؟ انا برمي 600 بجد. يعني انتوا بادئين ب 600، يعني مش عشان انتوا صغيرين فبي او تحت 19؟ لا لا، ما اعلى حاجه هي درجات، اللي هي درجات يعني مثلا تحت 12 سنه 400 جرام. بيكبر شويه بيتقل معاك بقى لغايه ما توصل لاعلى حاجه 600 جرام. انت بتلعبي ب 600؟ خلاص كده. وانت بتلعب بال 800 بس، يعني داخل كيلو بتحدفه كل المسافه دي، صعبه صعبه يعني. يعني التكنيك وازاي تلعبه بشكل معين وازاي يروح بعيد عشان ما يتصابش كمان. لازم العب تكنيك صح عشان ما يتصابش. بس ايهاب انا فاكر كان اتعرض لاصابه في كوعه، صح؟ عامل حوالي اربع خمس عمليات حتى الان. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. هو كان في واحده منها في ركبته على فكر، او سمنته ركبته عنده قطع في الغضروف الخارجي اعتقد كمان. طيب خلينا نقول يعني كل لاعب ليه طموحات وامال. انا سمعت ان انت قلت لي انت عايز تروح للاولمبياد وعايز تتاهل، لان انت طبعا باريس صعبه خلاص، فهنتكلم على لوس انجلوس. طب جيران انت يعني امنيه حياتك ايه؟ تاهل للاولمبياد، ومش هجيب مركز عادي، لا انا عينيا فيها على الذهب. فعلا مش مجرد انت تشاركي بس، انت حابه تجيبي كمان ذهب. طيب ده طريقه ازاي؟ يجي ازاي؟ يعني علاء قال لي تمرين، اجهز نفسي، اشتغل، اطور من ادائي. كل دي اساسيات، لازم حتى الاكل. طب شايفه دي يعني سهل تتاهلي كده؟ شايفه الدنيا سهله ولا صعبه؟ يعني في مصر الحمد لله انتوا ارقامكم عاليه. طب خلينا نقول على العمومي، انت يعني رقمك في، قولي مثلا في النص الاربعينات 45 44، العمومي رقم مصر كام؟ في العمومي 48. ايه ده؟ انت قربتي جدا منه. يعني انت ما شاء الله دلوقتي بتتكلمي في 44 45، ده العمومي الرقم مصر العمومي 48. يعني انت النهارده قربتي جدا. طب علاء رقم مصر؟ انا رقم مصري بتاع الكابتن هو عبد الرحمن. كام؟ لا قول لي بقى، احنا مش معلش احنا بنفكر في بطوله العالم اللي هو كام؟ اللي هو 89 21. طب حلو، يعني برضه انا عايز اقول لك ان انت ما شاء الله، انت بتقول لي كل سنه ادائك بيتطور. احنا بنتكلم انت النهارده، اقول خلينا نتكلم ان انت في نص الستينات. فانت محتاج تزيد، انت النهارده 19 سنه، خلي بالك. برضو احنا هنتكلم لما يبقى عندك 23 سنه، نقول خلاص انت 24 نضقت كامل، لان طالما هم بيحطوا العاب البحر المتوسط تحت 23، يبقى قبل 23 بتبقى الدنيا لسه. فاحنا هنتكلم مع بعض يوم لما يبقى عندك 23 سنه. انا شايف ان 20 متر تجيبهم في اربع سنين ده مش صعب، يعني بيتهيألي مش صعب. انت شايفها دلوقتي صعبه شويه او احنا شايفينها؟ هي زياده فوق صعبه شويه. يعني طول ما من اول الستينات كده وانت طالع، من 65 وانت طالع، المتر فوق له قيمه يعني. نعم، ان شاء الله تحققوا اللي انتوا عايزينه باذن الله، وتعملوا كل اللي انتوا عايزينه، ونتمنى لكم التوفيق. وطبعا ذهب بطوله عربيه وبرونز بطوله بحر المتوسط، ونفس الكلام علاء، بشكرك نورتني وشرفتني، واتمنى لك كل التوفيق، وباذن الله نتقابل في يوم من الايام، تبقى كمان يعني ان شاء الله تعدي اللي عمله ايهاب عبد الرحمن ان شاء الله. بشكرك علاء، جيلان بشكرك، نورتيني وشرفتيني، وان شاء الله تحققي كل املك باذن الله. اعزائي المشاهدين هنطلع نتفرج على تقرير عن هؤلاء الابطال، ولسه مكملين معاكم كمان تقرير وفاصل، وبعد كده هرجع لحضراتكم ومكملين حلقتنا مع العاب القوه في النادي الاهلي. الحقيقه ما كانش في معسكرات، كان النادي هنا في الاهلي هم اللي كانوا بيعملوا لنا معسكرات والتمرين. كان قبلها كان عندها بطوله الجمهوريه، الحمد لله خدنا الاول الاهلي كالعاده. لا هم خدونا على اللعب، اول يوم كان هو اللي خدونا قبلها بيوم عشان نعرف كل واحد يلعب ايه والارقام والدنيا. وبعد كده كان لعبنا، بعد كده رحنا على اللعب ولعبنا، ولا اكتر ولا لا. الحمد لله خدت تاني وثب طويل وتاني تتابع، الوحيد اللاعب الوحيد اللي راجع بميداليتين في الولاد. الماتشات لا، الماتشات غير اللي كنا بنلعب هنا، هنا ما كان المستوى مش اللي هو، كنا كل ده لعيبه الاهلي كلها بتاخد اول بفرق. رحنا هناك في مستوى تاني مع لعيبه تانيين، مع لعيبه دوليين، والمستويات متقاربه، فلازم تكون يا اما اكمل تجهيز يا اما خلاص مش هترجع باي ميداليه. الحمد لله كنا رايحين جاهزين وعارفين اللي هنلعب مع مين، وده كانت تمام. لا طبعا حاجه تانية خالص يعني، واحساس تاني خالص، بتحس ان انت بعد التعب ده كله اللي انت اخذت البطوله، تنسي كل التعب اللي انت تعبتيه يعني، بالاحساس الفرحه اللي انت بتفرحيه ده. انا اخذت في البطوله العربيه في ال 100 متر اخذت برونز، واخذت في ال 200 متر فضه، واخذت اقول لك بقى انجازاتي التانيين. كنت في عمان اخذت اول في ال 400 متر واول في ال 200 متر، وصاحبه رقم مصر في ال 400 متر تحت ال 18 سنه بزمن 56 97،
وصاحبه رقم مصر برده في ال 20 سنه كسره بزمن 55 89 400 متر. ده صعب جدا جدا، بتعب فيه قوي، مع اني انا اصلا لعبت 100 و200 متر، وهو ال 400 متر اصعب ايفنت يعني انا بلعبه. الاستعداد مع المدير الفني بصراحه كل حاجه كانت ده مترتب لها، الاستاد والبطوله عشان هنا في مصر، فكانوا دايما بيحرصوا ان هم يبقوا معانا وبيقولوا لنا على كل حاجه هتحصل وكده، فالموضوع كان كويس، واول مره تتلعب في مصر وكانت كويسه بصراحه، الملعب والبطوله كل حاجه. ده دايما بيكلمنا يشجعنا، احنا كنا مش معسكرات بس احنا كنا بنتمرن في استاد القاهره كل يوم ما عدا يوم الجمعه، يعني 6 ايام في الاسبوع دايما بنحاول نعمل اللي علينا، تمرين رمي فوق بعد كده ننزل الجيم نعمل كل اللي نقدر عليه. لا كنا مستعدين كويس جدا عادي، وكنا يعني عادي خالص، هو بس كانت اول مره تبقى المنافسه كده، عشان احنا دايما متعودين واحنا بنلعب بطولات جمهوريه متعودين ان احنا بنبقى فارقين قوي، فكانت المره دي اول مره نحس ان احنا منافسه مع بعض كتير. الاستعدادات بقى عادي، جهزنا ورقنا وكده وسلمناه وبس. احنا في الطبيعي بنتمرن كل يوم حتى لو قبل البطوله بخمس شهور، كل يوم كل يوم. بس احنا يعني الايفنت اللي احنا لعبناه احنا عشان كنا من محافظات مختلفه فتقابلنا بس قبل البطوله بيوم واتمرنا هو مع بعض يوم واحد بس، هو يوم واحد بس. هو اكيد طبعا البطوله كانت صعبه وكده، بس يعني احنا على قد ما بنقدر برضو بنحاول ان احنا نطلع كل اللي عندنا كويس. انا عملت رابع بس يعني الحمد يعني كان في اجزاء المفروض كنت تالت بس الحمد لله يعني، وعملنا الحمد لله تاني تتابع 4 في 400 بنات. وطبعا الماتش كان صعب جدا، واحنا وبذلنا يعني جهد كبير قوي كلنا يعني احنا الاربعه. انا عملت رقم شخصي جديد في ال 400، عملت 56 88، وعملت احنا عملنا رقم مصر كمان في ال 4 في 400 في المنتخب باسم انا وصحابي في التتابع. وعملت كان في بطولة البحر المتوسط اللي هي لسه من يومين، عملت رقم جديد في ال 800، عملت ثالث البحر المتوسط 2:13 49 وبس. يعني هو صراحة يعني كانت أجواءها جميلة، وكنا مركزين جدا ان احنا نعمل ميدالية، وكان الماتش صعب بس احنا كان يعني الحمد لله عملنا كان ان احنا نعمل الميدالية وعملناها وفرحنا مصر كلها، وكنت يعني كنت حابة المشاركة جدا في الماتش. هو انا محققة ميداليات كتير، بس الميدالية يعني الميدالية ديت الميدالية الذهبية في البطولة، كنا اول ميدالية ذهبية بالنسبة للماتش العرب، بس عملنا ميداليات كتير قوي في الجمهوريه، وكان انا بلعبها من وانا عندي 4 سنين فمعايا ميداليات كتير يعني الحمد لله، والحمد لله دي كانت اول مره بشارك في بطوله العرب. احنا رحنا قبل البطوله بيوم يعني عشان اجرب الاجواء وكده، والمنافسه بصراحه كانت صعبه جدا، وحصلت يعني على الميداليه البرونزيه برقم شخصي جديد 2:02. بصراحة المنافسة كانت صعبة جدا، ويعني ما كنتش متوقعة ان هي هتبقى صعبة كده ولا انا يعني مثلا هجري كده بس، ويعني كنت بجري مع بنات مغاربة وكده وبنت مصرية معايا، وجبت الثالث يعني ورا البنتين المغاربة. لا بجد لا بصراحة انا كنت فرحانة جدا، وكمان فرحانة بالمجهود اللي انا حققته يعني وعملته. هو الماتش ده كان اصعب ماتش، وطبعا مختلف عن الماتشات الجمهوريه لان كان في منافسه جامده جدا، وكان مختلف طبعا عن الماتش دوت لان انا ناس تانية غير اللي انا كنت بلعب معاهم الماتشات الجمهوريه العاديه، ومستويات كويسه جدا. بس اتمرنت انا دايما بتمرن ما بريحش غير هو يوم واحد بس، بتمرن 6 ايام في الاسبوع، وكنت بستعد ان هو المدير الفني كان بيشجعنا وكان بيبقى معانا دايما، بس احنا ما دخلنا ما رحناش معسكر او اي حاجه. بصراحه المنافسه كانت حلوه وقويه، ويعني فضل ربنا وتعب كابتني معايا عملنا اداء كويس، وباذن الله يعني انا حققت ميداليه برونزيه، وباذن الله يعني ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل احسن باذن الله. حققت مركز تاني ميدالية فضية، والمنافسة كانت صعبة، وبصراحة كنت مبسوطة بالماتش قوي لأن كان في نقطة ما كنتش بعديها،
فانا كنت طالعه مبسوطه مني في الماتش ده قوي الحمد لله. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما حضرتك شايفين يعني احنا يعني نفسنا طبعا كل الابطال دول يكون معانا، نفسنا نحط الضوء عليهم، وزي ما حضراتكم شايفين حجم الجهد المبذول. العاب القوى من الالعاب الحقيقه المهمه جدا في الرحله الاولمبيه، ولكن النهارده محتاجين رعايه، محتاجين يعني مصاريف، محتاجين تغذيه عشان توصل تاخد فيها ميداليات. والحقيقه هي مناسبه زي ما قلت لحضراتكم لجيناتنا في مصر، ولكن محتاجه رعايه ومحتاجه صرف بشكل كبير جدا. برحب طبعا بكابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى في النادي الاهلي، والحقيقه واحد يعني من اللي اسسوا العاب القوى في النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن ياسر. اهلا بيك. منورنا ودايما ضيف العزيز، وبفرح وبسعد بلقائك دايما. دي حقيقه. انا كمان حقيقه بنرحب باحد نجمات تحت 19 سنه، عندها 19 سنه الحقيقه. هي بتلعب ثلاث العاب مع بعض، بتلعب يعني وثب عالي، وبتلعب كمان حواجز، وبتلعب سباعي. السباعي هو لعبه من سبع العاب، يعني بتبقى فيها جري وفيها حواجز وفيها وثب، يعني الحقيقه لعبه صعبه. فهي الحقيقه بتلعب من الالعاب الصعبه جدا. وبطلتنا خدت كمان في البطوله العربيه اول سباعي مركب، ودي بتبقى ميداليه صعبه جدا من الميداليات الصعبه عشان اللعيبه لازم تكون بتقيد اللعب في السبع العاب. وكمان خد الثاني 100 متر ده في البطوله العربيه. الحقيقه انجاز كبير جدا جدا. بشكرك وبرحب بيك امنيه خالد. اهلا بيك. اهلا كابتن ياسر. اجل حضرتك يعني السنه دي يعني اولا بنشكرك على المجموعه اللي منورانا النهارده في الاستوديو، ما شاء الله مجموعه واعده بشكل كبير. يعني طمني عليهم، طمني على مستوى العاب القوى في النادي الاهلي، يعني الدنيا ماشيه ازاي؟ دايما بيبقى لينا لقاء اخر السنه دايما بنتكلم عن القلب. شيء جميل. اتفضل. لا الحمد لله احنا على هدينا طبعا الحمد لله داخل جدران النادي الاهلي. احنا كل سنتين بنقدم طرح جديد لمنتخب مصر للرياضه العربيه والافريقيه والمصريه. يعني مش جديد على النادي الاهلي وعلى اولاده ان هم يبقوا قابل المنتخب القومي لالعاب القوى المصريه. والجميل ان كلهم ولاد النادي الاهلي، يعني متربيين ونشأوا في النادي الاهلي من وهم 9 سنوات. نعم. ودلوقتي ابطال وابطال بحر المتوسط، الله اكبر عليهم. ما شاء الله ابطال. حاجه تشرف الحمد لله. نعم نعم. طيب النهارده يعني مجموعه اللاعبين اللي طالعين 19 سنه، عندنا سن اكبر من ده يا كابتن ولا ده السن اللي بيبقى قبل العمومي على طول؟ إيه لا هو السن اللي قبل العمومي، بس في مرحله جديده بقى لها سنتين او 3 سنوات في الاتحاد المصري ادركها ضمن الخطه بتاعته، اللي هي تحت 23 سنه. ودي اللي اتلعبت بحر المتوسط اللي في الشماليه نفس السن ده. بالظبط. هم يعني اختاروا هذه المرحله السنيه وادركوها. بطولات عالم ليها وكده؟ بالظبط. بالظبط. طب لازم تستحدث ولازم تعمل في المنافسات المحليه حتى. بالظبط. ده تم وتم اعتمادها الحمد لله، واحنا بنشارك فيها في النادي الاهلي والحمد لله برضه بنفوز بيها. وادينا شايفين البحر الابيض المتوسط اتلعبت في مصر، واولادنا حققوا نتائج ما شاء الله عليها. ما شاء الله. يعني على مستوى الانديه تتعدى مستوى الانديه، على مستوى المنتخبات الحمد لله مشرفينا ومشرفين منتخب مصر. ما شاء الله. حقيقة ميداليات طيبه الحمد لله. ما شاء الله. طب خلينا امنيه، يعني انت شاركت في بطوله عربيه ما شاء الله وعامله يعني انجاز كبير، طب كلميني عن اللعب. ليه السباعي؟ السباعي دي بتبقى صعبه، انت النهارده لازم تلعب وتتميز في كل الالعاب، ليه اخترتي السباعي او ليه المدربين اختاروك في السباعي؟ من ساعة ما بدأت اللعبة وأنا لما كنت بتمرن لكل إيفنت كنت بأدي فيه كويس الصراحة. فالكابتن بدأ يكتشف إن أنا ممكن ألعب المركب وكده، فبدأته على طول. يعني من أول 16 سنة كنت بلعب، كان بيبقى خماسي مش سباعي. فبدأت 16 سنة وكنت بلعب على رقم مصر، بس يعني ما عملتوش لهو. وبعد كده من 18 سنة وال 20 بدأت بقى السباعي. طيب نتكلم عن مشاركتك في بطولة عربية. اتأهلت ازاي بطولة عربية؟ اتأهلتي وصلت لها ازاي؟ وازاي بقيتي مؤهلة ان انت تشاركي بطولة عربية؟ كان عندي بطولة 20 سنة قبليها بأسبوعين في المنيا، لعبتها وعملت فيها مركز أول هي والحواجز، فتأهلت للبطولة ساعتها. طيب فاكرة أرقامك كانت إيه؟ يعني خلينا نتكلم على يعني مثلا في السباعي كان رقمك عامل ايه؟ كان عندي 4200 نقطة. ده في الأول خالص. بعد كده في المنيا عملت 4726. ده ساعتها اللي خدت بيه أول. وال 100 متر حواجز كان عندي 15 01. عملت 14 ثانية. عملت 14 14. قليت عن رقمك كمان. الحمد لله. ما شاء الله. ده اللي عملته في المنيا اللي هي كانت ال 20 سنه الجمهوريه، اهلتني بيه البطوله العربيه. طيب فاكره مين اللي خد يعني تاني وتالت معاك البطوله العربيه، او ابرز المنافسين كان من دوله ايه؟ من الجزائر.
الجزائر الاثنين دايماً الاثنين كان ورايا في يعني انا كنت اول الجزائر ثاني والجزائر ثالث ده السواعي ال 100 متر حواجز كانت هي الاولى جزائر وانا ثاني والثالثه مغرب ما شاء الله طب لعبتي بقى حاجه متوسط لعبت عملت ثالث وثب عالي برقم شخص جديد متر 68 وانت كان رقمك اصلا كام كان 65 ما شاء الله زدت 3 سم طب ايه اللي خلاكي ترفعي كده يعني ايه اللي خلاكي تحطي يعني ايه اللي خلاكي تلعبي على الرقم ده كنت حاسه ان انت قادره تجيبيه انا كنت حاسه ان انا قادره اجيبه لان انا كنت بتمرن كتير قوي عليه مش على ال 68 بالذات كنت بتمرن على اكبر من كده وبعدين كنت انا عايزه اتاهل للبطوله بتاعه البحر المتوسط دي فكنت في التمرين على طول ان انا بلعب ان انا هعمل رقم احسن عشان انزل العب بيه البطوله اتاهل للبطوله دي فكنت عملت يعني لعبت على ريسك شويه ان انت تعلي الرقم شويه فنزلت عملت في البطوله بتاعه الجمهوريه 67 دي بقى ساعتها اهلتني للبطوله بتاعه البحر المتوسط انت تمرينك بيبقى فين في المعادي ولا فين دايما كان في المعادي دلوقتي في مدينه نصر مدينه نصر فين في مدينه نصر في النادي الاهلي نفسه ما بتروحوش المعادي ما تمرنوش في المعادي المركز الاولمبي لا مش شغال مش دايما بقى. مش دايما بتروح او دلوقتي بتمرنوا في اهلي مدينه نصر مرني كام ساعه في اليوم يا عمي يعني حوالي 3 مثلا كل يوم صح؟ كل يوم انت ساكنه بعيد عن النادي ولا قريب؟ يعني مش قوي يعني ساعه قوي. مثلا ممكن ما بيني وما بين البيت بس بتروحي التمرين مواظبه عليه عايزه تعملي ايه؟ عايزه تحققي ايه؟ نفسك ايه؟ انا بلعب دلوقتي على بطوله العالم ان شاء الله اللي في شهر 8 ان شاء الله تتاهلي لها ازاي دي طيب؟ المفروض الرقم 14 20 هو انا عاملاه يعتبر انا عامله 14 14 14 14 لا وفي البطوله العربيه جايبه لا وفي بطوله المتوسط جايبه 80 83 صح؟ لا لا في 100 متر حواجز في 100 متر حواجز ايوه السباعي لا لسه ما اتاهلتوش يعني انت بتلعبي على الحواجز اللي هي افضل لعبه في السباعي بتتميزي بيها هي والوثب هي والوثب العالي بس الوثب العالي لسه شويه فلما لقيت ان الحواجز ان انا ممكن اقرب يعني اتاهل بيه وكده بدات العب عليه وبالفعل طب لازم تحققي الرقم ده فين يعني عشان تتاهلي في اي بطوله من هنا لشهر 8 ولا في يعني في ليميت معين يعني بيقف وساعتها بياخدوا منه الارقام اللي هو خلاص احنا هنوقف تاهيل لحد الشهر ده مثلا فالمفروض اكون لعبه قبليه عشان اكون عامله الرقم طب ايه البطولات اللي عندك المفروض هتبقى موجوده تاهلك يعني في هي اتلعبت هي اتلعبت خلاص يعني البطولات دي تاهلك عادي البطولات دي تاهلني يعني انا الحمد لله معاك في التاهيل يعني انت كده تاهلت بطوله عالم بالظبط طيب تمام هو ده اللي عايز اوصله ان انت مش محتاجه لا يعني البطولات الثانيه قبليها بقى يعني قبل العالم بالظبط اللي هي بقى ممكن العبها على اساس ان انا احسن رقمي زياده فاخش جاهزه طب الرقم العالمي البطوله العاديه تبقى تحت كام 23 برضو لا 20 سنه طب ده حلو ده سنك طب انت فاكره الرقم اخر رقم اتحقق والرقم العالمي بتاعها كام فاكره او دخلتي على الويب سايت شفتيها لا ما دخلتوش بس كانت يعني حوالي 13 50 مثلا او فرق ثانيه مثلا الثانيه دي ضخمه دي حاجه كبيره جدا يعني في الجري الثانيه دي يا كابتن الثانيه دي عايزه شغل كبير جدا طب يا كابتن يعني العاب القوه بتعتمد على الكشافين ان انت تروح وتشوف وتعمل سكان كده وتشوف دي تنفع هنا ده ينفع هنا لسه لغايه دلوقتي احنا شغالين كده يا كابتن ولا بيجي لك اللعيبه العاب القوه هم دلوقتي الناس بتيجي تجيب لك ولادها يلعب عايزين يلعبوا العاب قوه لا هو بصراحه بنسبه كبيره احنا ما زلنا معتمدين على هذا لان احنا كل سنه يعني كنا معتادين ان احنا نروح المدارس وبناخد اللي هو التصريح الامني من الاول جواب من النادي ومعلم من الوزاره ومن عشان تخش المدارس الفصول تبص بالظبط فده لازم تصريح طبعا وبنسبه 80% لا هو ده الاختبار الاولاني بنشوف اولاد المدارس مؤخرا السنه اللي فاتت واللي قبلها ابتدينا بمناسبه الافرع الكبيره اللي عندنا اللي هي الشيخ زايد تحديدا ومدينه نصر الشيخ زايد بقى فيها تحديدا الشيخ زايد بقى فيها عناصر كتيره بيتمرنوا في الشيخ زايد برضو ولا بيتمرنوا في الشيخ زايد عندنا ايه اللي في الشيخ زايد ايه اللي مجهز في الشيخ زايد هو احنا بدانا بالمرحله السنيه الصغيرة من 9 ل 11 12 سنه فهي مسمينها اكاديميه بسيطه يعني في السن الكيدز اثليتيك فدي دول اعضاء جمعيه عموميه كلهم مشاركين معانا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الاكاديميه ديت نعم. ومن ضمنها بيتم الانتقاء العناصر للفرق بالظبط هم حاليا كلهم بياخدوا حصه تدريبيه واحده انما ممتاز. بيبقى المميز مثلا في السرعه او في الرمي او في الوزن بتاخدوه بنبتدي نركز معاه لا مش بياخدوا بنركز معاه لان هو حاليا سنه ما يسمحش ان هو يقطع بنبتدي وابتدينا نودي بعض اعضاء من الجهاز يتواجدوا هناك بصفه مستمره اللي هم يساعدوهم ان هم يقربوا للمستوى بحيث ان هم بيبقوا قادرين على التحرك او ركوب مواصلات او كده يعني النهارده عندك نشاط في الشيخ زايد
وعندك نشاط في مدينه نصر. في مدينه نصر. وعندك بس بتهيألي لسه التجمع ان شاء الله وبنسبه كبيره تأسسوا له. ممكن في الصيف ده تلحق؟ ممكن في الصيف ده تلحق ان شاء الله. انت كده عندك التلات فروع ده طبعا بالاضافه للعمومي لما بيتمرن ساعات في معادي. المعادي بقى له مشكله كبيره لغايه دلوقتي، الملعب تم بيتم احلاله وتجديد فيه وما انتهاش. فاحنا عشان كده مش بقى لهم حوالي سنه. يا نهار ابيض. سنه. هتلاقي برضو التدفقات النقديه مش كفايه عشان طب لازم برضو معالي الوزير يتدخل في حاجه زي كده. والله اذا كنا نقدر نوجه رساله من يعني يا ريت. ليه؟ لانه النهارده يعني العاب القوه الاولمبياد داخله فما فيش وقت، كان لازم الموضوع ده يخلص من بدري. احنا ما نعرفش طبعا العطله منين، ولكن انا متاكد معالي الوزير لو الموضوع ده عرفه اكيد هيسرع النهائي. لان انا كل معسكراتي طول حياتي في المعادي، فكنت بشوف العاب القوه كان اول ناس يصحوا. والله العظيم كده بالظبط، اول ناس الاقيهم صاحيين، اول ناس الاقيهم بيتمرنوا. انا بقى لسه نازلين عم يدعك في عينينا ورايحين ونجر في رجلي عشان نروح الملعب، والاقي ما شاء الله العاب الكوره راجعه من التمرين جايين بقى وحماس وبتاع. ف لا يعني لازم ده يعني المعادي دي روح العاب طبعا طبعا بتاثر فينا. يعني انت التاخير شهر او شهرين في فتره الاعداد بيأخر اليوم السريب او المترو حاجات اللي بنتكلم فيها دي بيأخر الوصول اليها. كابتن عندنا كام لاعب ولاعيبه ما بين عمومي وناشئين وناشئات؟ اللي بيشاركوا بطولات وابطال الجمهوريه يعني بنتكلم على الفرق مش الاكاديميات. من 240 ل 250 55 لاعب ولاعيبه ما شاء الله. ابطال جمهوريه اول وثاني وثالث، ومنهم منتخب مصر زي امنيه كده. طب قول لي يا كابتن، يعني انت كبطوله جمهوريه عملنا ايه؟ برضو عرف الساده المشاهدين ارقامنا كانت ايه، دنيتنا ماشيه ازاي، ابرز المنافسين. بطوله الجمهوريه احنا طبعا الحمد لله الحمد لله زي ما بنتكلم كل مره وبنوعد، احنا محافظين على المركز الاول وبنتفوق على نفسنا فيه، لان مش موضوع مركز اول لا، يعني اللي جايب 9 من 10 9.5 من 10 ده التارجت بتاعنا باستمرار بيتحرك لقدام. يعني احنا الحمد لله بطوله الجمهوريه دي بتاعتنا الحمد لله من فتره الحمد لله، وكل سنه بنحققها. فانت بتتحدى نفسك، دي حقيقة. بدل ما اخد الجمهوريه ب 9 من 10 انا عايز اخدها ب 9.5، دي عايز اخدها ب 10 من 10 بالظبط. ده وضعنا الحالي، دي حقيقة. حتى جمهوريه سواء كبار سواء ناشئين كله باختلاف المراحل وسواء هو ده طبيعي. ما انت مش بتنافس، انت بتنافس كذا نادي، كل نادي عنده ايفنت معين هو بيتفوق فيه بالظبط. هو بقى هنا يعني بالنسبه للمشاهد او المستمع لازم يعرف ان المنافس بتاعي احنا كلنا بنقف على خط واحد تمام، مش بنافس مش بلعب فرقه بعينها لا. أيوة. الفرقه كلها بتلعب في توقيت واحد وتصفيات وبعدين بيلعبوا نهايات بالزبط. في وقت واحد انت بنفس الانديه كلها بالظبط نفس الوقت بالزبط. ما دي الصعوبه، والمنافس بيتغير يعني بالزبط. يعني المنافس سنتين ثلاثه بيتغير، يعني مش عايز اقول بيتعب من الحق بينا، يعني المنافس يعني بيبذل طاقته القصوى وبعد كده سنه واثنين وثلاثه واربعه وبعد كده احنا الحمد لله في الطليعة، وبعد كده بيتغير منافس بس احنا الحمد لله ما زلنا في الطليعة دايما. دايما وعدك دايما معانا. طب امنيه اجي لك اللي جاي، انت طبعا بتقولي بطوله العالم ان شاء الله دي اللي جايه وانت شغاله عليها، وكمان جايه في وقت كويس، هيبقى شهر 8 ده المفروض الاولمبياد هتكون بتتلعب، وفي نفس الوقت هيكون في نشاطات على مستوى العالم في كل حاجه، فانت ممكن تلاقي لك ايفنت او اثنين او تقدر تشاركي فيهم. طب طموحاتك ايه؟ وشايفه الطموحات دي قبل للتحقيق ولا لا؟ ما عدا بعد بطوله العالم، يعني بطوله العالم ده ده ده, ده حاجه شورت تيرم، احنا بنتكلم في 3 4 شهور. ولكن بنتكلم على اللونج تيرم بقى على الابعد، انت املك ايه؟ طموحاتك ايه؟ هو كده كده طبعا لو انا فكره ان انا لعبت بطوله عالم او كده من بعديها طبعا في بطولات تانية ممكن تيجي، ان انا جربت وعامله رقم يأهلني بطوله زي دي وتحت 20 سنه ومعايا لعيبه عالم بيعملوا ارقام يعني يعني ارقام احسن من بتاعتي طبعا بكتير ان شاء الله تقدر. فلا يعني في ان انا ممكن اتاهل حاجات تانية اذا كان افريقيا مثلا. طب ليه ما تحطيش تارجت ليكي لوس انجلوس؟ لوس انجلوس بطوله الاولمبياد اللي بعديها. خلي بالك لسه بدري، لان انت بتتكلم على الاولمبياد لوس انجلوس احنا 2024 هتبقى في 2028، 4 سنين هيكون عندك 23 سنه اللي هو السن النضج الفني كله. ايوه صح؟ صح. فليه لا ما نقدرش ممكن نشتغل على حاجه زي كده. طيب انت يعني وكمان ما شاء الله اكبر يا كابتن بامانه ارقامها، يعني انا مش راجل فني بس ارقامها حلوه يعني بالنسبه لسنها. ارقامها مشجعه جدا. مشجعه ان هي في السن ده وتقدري. لا تقدري. طب انت لو قالوا لك لو خيروكي ايه اللعبه اللي تركزي فيها اكتر، الحواجز ولا الوثب؟ ايه اللي انت بتحبي تلعبيه؟ ولو كملتي كملي فيها. السباق هيبقى صعب جدا منافسه بس بتكلم على ايفنت معين انت عايزه تركزي فيه تجيبي ارقام. الوثب العالي ولا الحواجز؟ لا وثبق. يعني انت واني هو انا فعلا بحب العب الاثنين قوي، ولو ما فيش سباعي بلعب حواجز وبلعب وثبق عالي. نعم. بس لو فعلا هركز على ايفنت اكتر الوثبق العالي.
بالرغم ان انا شفت ارقامك في الحواجز كويسه، يعني انت جايبه 14 بس هي الحواجز يعني في العادي، بس يعني بحب بلعب يعني بستمتع اكتر وانا بلعب الوثب العالي. نعم. طيب انت عارفه الرقم الافريقي كام؟ انت لازم عشان يبقى ليكي هدف لازم تبقى عارفه الارقام. انا بقى يعني من ساعه هي كانت بحاول ان انا اتاهل للبحر المتوسط، فلما لقيتني ان انا اتاهلت لها وكده ولسه لعباها مخلصاها من يومين، فساعتها بقى هبدا بقى اشوف البطولات التانية والارقام بتتحرك التانية. الارقام بتتحرك دايما، اذا كان الرقم الثابت يعني هي محققه 4300 4700، المنافس بقى بتاعها في مثلا في جنوب افريقيا ممكن تعمل 4900 بعد شويه هي وهكذا، فعشان كده الرقم ما بيثبتش كتير. يعني حتى هي عشان تحدد الرقم ممكن النهارده بعد نص ساعه يكون غير على الرانك الدولي ده في السباعي المركب. انما انا بتكلم على الوثب العالي مثلا بتبقى ارقام ثابته. لا على رقم لا مش ثابته، يعني انا ارقامي متغيره مثلا السنه دي حوالي 3 مرات. بالظبط، ده صعب قوي القصه ده مع التدريب بقى. واللي معايا طول ما هي مثلا ايا كان مثلا عالم او افريقيا او عرب، طول ما هي بتلعب العاب عندها هي في البلد بتاعتها او اي بطوله بيتسجل لها الرقم الجديد اللي هي عملته. فممكن انا اكون مسافره على رقم هي عاملاه والاقيها عملت رقم تاني جديد مثلا ليها، يا اما اقل منه. ما تعرفيش ايه اللي بيحصل، بس يبقى انت هنا بتتحدى غيرك وفي نفس الوقت تحدي نفسك. الموضوع صعب، تحدي نفسك عشان تحسن ارقامك. يعني انا البحر المتوسط اللي فاتت دي انا كان معايا واحده من تركيا عامله رقم ومتسجله في الرانك بالرقم ده وعملت رقم اقل منه. انا اللي كسرت رقمي ساعتها يعني. ما شاء الله. حتى هي بيبقى متسجل في البطوله اللي داخله برقم 100 ومتاهله برقم 100. هي متاهله برقم عالي في التصفيات، حتى بيحطوهم الارقام قريبه من بعض بيحطوهم مع بعض في جروبات اللي هي التصفيات اي بي سي وهكذا. قبل اي بطوله بيبعتوا لنا كل لعيبه متاهله برقم بتاعها. امنيه، انا بشكرك ما شاء الله عليك والف مليون مبروك، حاجه نتائج كويسه وشايف عندك الويلنج والشغف بامانه ان انت حققتي حاجه، وان شاء الله لو كملتي واستمريتي على كده انا على المستوى الشخصي اتوقع لك ان انت هتكسري الدنيا بصراحه. يعني حاسس عندك ترتيب مخك مترتب، تفكيرك مترتب، ان شاء الله توصل اللي انت عايزاه باذن الله. ان شاء الله. نورتيني وشرفتيني. اعزائي المشاهدين هنطلع لتقرير، تقرير طبعا زي ما قلت لحضراتكم دايما عينينا على اصحاب الهمم البارالمبيين. الاولمبيات الخاصه في ان شاء الله في ايطاليا ومنتخبنا بيستعد ليها بشكل كبير، عملنا تقرير سجلنا معاهم وبعد كده اطلع لفاصل وارجع لحضراتكم مع ضيوفي ومكملين مع ألعاب القوى. واحنا النهارده موجودين في سكاي ايج بتمع الاولمبياد المصري واستعدادا لدوره الالعاب الشتويه اللي هتكون في ايطاليا 2025، فكل الدعم ليهم كتوجيهات مع الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي انها اهتمام بابنائنا القادرون باختلافه وتوفير ليهم كل البيئه المناسبه ليهم لاستعدادا للسفر والبطولات اللي هتقام خارج مصر والدوله المصريه بقياده فخامه السيد الرئيس، واهتمام الدعم الكامل ليهم. وزي ما حضرتك شفت طبعا احتفاليه قادرون باختلاف اللي كانت طبعا بحضور فخامه السيد الرئيس والدعم اللي يعني كل مؤسسات الدوله المصريه، وزارات، مؤسسات مجتمع المدني بتساعد طبعا ابنائنا القادرون باختلاف، وده حقهم علينا ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله يعني في البطولات القادمه. النهارده احنا الحقيقه بنلعب الالعاب الاقليميه لاستعدادا لمشاركتنا في الالعاب الاولمبيه الشتويه للاولمبيات الخاص لذوي الاعاقه الذهنيه. طبعا احنا تعاوننا مع مؤسسه ماجد الفطيم مخلينا نقدر ان احنا نتدرب على هذا في هذا المكان ونعمل المسابقات المحليه فيه. المره دي هنقدر نشارك في جميع الالعاب في الاولمبيات الشتويه بعدد كبير من اللاعبين. المناسبه النهارده ان احنا تنافس بين اللاعبين عشان اختيار الفرق القوميه اللي هتسافر معانا سواء في التزحلق على الجليد او هوكي الجليد او العاب القوه والجري على الجليد، كل الالعاب التي موجوده في الاولمبيات الخاص في الالعاب الشتويه. فانا بشكر الحقيقه مؤسسه ماجد الفطيم، وفي نفس الوقت اتمنى ان احنا نستمتع باليوم النهارده ونختار افضل العناصر لتمثيل مصر، وان شاء الله نرجع بمجموعه من الميداليات باذن الله. الحمد لله احنا مشاركين في وطن الابطال نادي فرتان الرياضه محمود البواشي، هو اساسا كان هو لاعب في النادي الاهلي اللي هو كان مع استاذ رائد في قدوم اختلاف، هو ابن من ابننا من اولاد نادي فرتان الاراده، وبجد يعني احنا فخورين بابننا ان هو مشارك في الالعاب الشتويه ان شاء الله في ترفيهات البطوله
هنا ان شاء الله البطوله اللي هنا البطوله 25 في الالعاب الشتويه ان شاء الله بنفق ايطاليا. طبعا وكلنا متحمسين ان احنا نمثل منتخب مصر، بطوله اول مره تتلعب في مصر مع ان ما عندناش جليد، بس قدرنا ان احنا نتعاون مع المدينه هنا ولعبنا عندهم، وبصراحه الواحد تجربه جديده فالواحد متحمس جدا. كل حاجه في لعب ماشي، في عيال تحب تلعب، في قوات ما تقدرش تلعبها. انا زي انا مثلا احب مثلا سباق عجل، احب اجري فيها متعود. نفسي عايز اخش الجيم، لعب الجيم نفسي عايز اكمل، بس مفيش حد يدربني. انا بحب الرياضه من الصغر، و واللي انا مبسوطه اللي انا شاركت في الرياضه، وان شاء الله هكسب النهارده واحلى يوم النهارده ان شاء الله. بسوته بس بسوته. شك انا قلت حاجه، انا قلت عينهم بطل عينهم بونينج خد اول ذهب، وقالي قالوا بونينج كوتي تعبت سلة. اهلا بحضراتكم من جديد، وانضمت لينا طبعا في الاستوديو لاعبه العاب القوى في النادي الاهلي رشا صياب. الحقيقه خليني اقول لكم على رشا قبل ما ارحب بيها معلومه صغيره. رشا كانت لاعبه جمباز، وهي دلوقتي مدربه جمباز، وعملت ترانسفير من الجمباز بقت لاعبه قفز بلزانه العاب القوى. طب خدوا بقى الجميل، هي بقى لها سنتين بس بتلعب. طب خدوا بقى الاجمل من كده، ان هي صاحبه رقم مصر 3.80 متر، وهي اللي حققته في السنتين دول. اهلا بيك يا رشا. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني ما شاء الله، يعني عامله شغل جامد جدا. شكرا جدا. لا انا عايز اعرف بقى بالتفصيل، يعني ايه اللي خلاكي تقلبي من الجمباز للزانه، وايه حبك في الزانه؟ كلميني اكتر بقى عن السنتين دول. بص انا في الاول كنت بلعب جمباز، ويعني وصلت لدرجه اولى في الجمباز، فقلت خلاص بقى بطل بقى جمباز، فبطلت بتاع سنتين. بعد كده زهقت من القعده في البيت الصراحه، ابتديت امرن فزهقت. فقلت لا عايز ارجع العب جمباز تاني. بس كان صعب ان انا ارجع العب جمباز تاني. فانا اختي كانت دخلت الزانه ديت من زمان قوي، هي عشان اكبر مني فهي ما حبيتهاش، بس انا حبيتها. حبيتها جدا، بس انا عشان اخشها من زمان كنت لسه صغيره قوي. ليها تكنيك ماسك العصايه. ليها تكنيك طبعا. بسرعه اتعلمتيه بسرعه. طب انت قولي لي بقى، رحت ازاي؟ رحت النادي الاهلي ازاي؟ دخلت هو انا ازاي؟ انا الاول قلت خلاص انا عايزه العب زانه، عشان هي اختي شفتها بتلعب زمان. فطبعا كلمت وحاولت يعني اوصل لرقم كابتن وليد اللي هو الكابتن بتاعي. كابتن النادي الاهلي. وبدات معاه، يعني انا بدات معاه من الصفر. انا مش عارفه امسك ازاي. بدات فين؟ انا بدات في الاهلي. رحت المعادي ولا رحت في المركز الاولمبي. كانوا بيتمرنوا في المركز الاولمبي، فروحت له عمل لي اختبار ولقاني الحمد لله يعني كويسه. بس وبدات بقى معاه من الصفر، وعلمني ازاي بقى امسك الزانه وازاي اجري. تجري بيها؟ جري جمباز يعني ملوش اي علاقه بجري العاب القوى تلقائي. يعني نهائي خالص. بس برافو عليك ان انت عدلت من نفسك. انا الحمد لله. يعني طبعا كل ده بفضل ربنا وبفضل كابتن وليد طبعا، بفضل النادي الاهلي طبعا، يعني ان هو موفر لنا كل الحاجات دي. طيب قولي لي، يعني ايه ابرز البطولات في السنتين؟ يعني لعبت ايه؟ أنا هل البطوله العربيه كانت ابرز حاجه لعبتيها؟ لعبت دي تاني بطوله عربيه العبها. انا لعبت بطوله عربيه 2023 جبت فيها اول. دي كانت تحت كام؟ كانت تحت 18. 18 كانت اول بطوله عربيه ليا. ودي تانية بطوله عربيه تحت 20 وجبت اول برضه الحمد لله. الله اكبر. طيب في البحر الابيض المتوسط تعبتي وجايتي؟ البحر الابيض سخنت جامد تعبت جدا قبل البطوله بيوم. سخنت ويعني جالي برد جامد قوي. كان في دكاتره كانوا فاكرينها تسمم عشان كان بطني متوجعش. الحمد لله انا كويسه يا جماعه. بس وكان عندي امتحان في نفس يوم البطوله الصبح، يعني اضطريت ان انا ارجع القاهره امتحن وبعد كده ارجع تاني في نفس يوم البطوله. سخنه. وانا سخنه، فانا ما قدرتش خالص العب. يعني حاولت بس ما قدرتش. الاول جاب كام فاكره ولا؟ الاول مش عارفه جاب 4 متر او 4 حاجه. يعني قريب منك 3.80 متر. كنت ممكن تجيبي ميداليه؟ طبعا كنت داخله عشان اجيب ان شاء الله برونز. بس مفيش مشكله، الجهات كتير بس ان شاء الله. طب نفسك في ايه؟ نفسك تحققي ايه؟
والله نفسي اتاهل اولمبيكس 2028. ودي صعبه ولا شايفها؟ لا انا شايفاها الصراحه بالنسبه لي سهله جدا، ان انا بقالي سنتين بس وصلت لده، فان انا سهل جدا اتاهل اولمبيكس. ما شاء الله، يعني كلمني بقى بس رشا. لا كلمني، دي صورتك. ها دي صورتك. دي صورتي. الله اكبر. بس انتوا يا جماعه في الملعب حاجه وفي الاستوديو ما شاء الله حاجه ثانيه. الله اكبر. يعني في الملعب لا، انا بحب كده، انا احب كده اللاعب او اللاعبه في الملعب يبقى شكله جد ولان ده ميدان. في الاستوديو بقى الولاد والبنات بيختلفوا طبعا في الشكل خالص. معايا كابتن وليد. كابتن وليد ده اللي هو طبعا اكتشف اكيد اسعد واحد بيك دلوقتي. طبعا طبعا. قول لي يا كابتن، ازاي جت موضوع رشا وتعرض عليك ازاي والقصه جت ازاي؟ هو بصراحه يعني هو بعد ما رشا قالت الكابتن وليد ما شاء الله من اشهر المدربين اللي زينا في مصر ما شاء الله، وهو برده من ابن من النادي الاهلي من هو يمكن عنده 12 سنه في النادي. الله. هو بيتميز عنده عنصر جيد جدا، هو جذب وبيعرف يختار. صح. وهو كمان يعني تروح له تحب تبقى قاعد معاه، تحب تتمرن معاه. ما ده اللي حصل. مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ ايوه طبعا. فهو طبعا هو قبل اي عرض بنتكلم مع بعض، والله في مثلا شفت بنت كويسه بتلعب جمباز في حته فلانيه، طب نشوفها جيت ايه رايك يا وليد؟ دي ممتازه. طب خلاص نبتدي نسجلها، نجيب استماراتها، نعمل لها استماره نسجلها في الاتحاد، تبتدي تشارك معانا البطولات على طول. هو طبعا اول ما جت قال كده، يعني انا جت بنت بقى ممتازه وما تتسابش وهتكسر الدنيا. فهو ما شاء الله اللي قاله بيتحقق. الله اكبر. الله اكبر ما شاء الله. يعني وانا برضو دعمك برضو مهم، يعني انت مدي لكل مدرب يا كابتن خلي بالك حريه ومساحه، وما بتتدخلش في 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 فنيات لعبته. انت بتدعم وبتشوف هو بيبقى شايف ايه، وانت شايف ايه. طب انا معاك. ما دي برضو حاجه كويسه. ده هرمي، شكل هرمي او اداري جيد جوه الجهاز بصراحه. الحمد لله في ثقه بينهم وبعض متبادله، وده بيبان يعني هو لو بيبان في خلال شهرين ثلاثه اللي هو قاله. فمن وانت بعيد كده بتشوف الملعب لما تخش بتمرق على القوه الزانه في ناحيه كلهم بيشتغلوا في وقت واحد. يعني دي حتى اللي بيميز اللعبه بتاعتنا، ان بتلاقي الثمان تسع عشر ايفنتات شغالين في وقت واحد. الزانه شغاله في ولاس بقى شغال، ولاس بالثلاثي شغال، الطويل والحوالي شغاله. فانت بمجرد انت بتبص هناك بتشوف الدنيا في ايه، بتبقى عارف ان لا في هنا علامه، في ميداليه، في نجمه موجوده هنا وفي هنا وفي هنا. فخلاص بقى بقينا كلنا نسيج واحد والهدف واحد. يعني هو شاطر، والمجموعه اللي معاه حاليا بتوع الزانه يعتبر من افضل جيل زانه جه في تاريخ النادي الاهلي، بنين وبنات. ما شاء الله. من افضل جيل زانه جه في النادي الاهلي، بنين والبنات. والارقام بتقول كده، والمرحله السنيه اللي هم فيها بيقولوا كده، كلهم تحت 23، يكاد يكون في 18 و19 و20 ولاد وبنات. عاملين ارقام تعدي سنهم. يعني احنا اللي بينافسهم، اللي بينافس مثلا بناتنا واولادنا مين؟ قطر مثلا، وتونس في البنات وفي الوزن. طب احنا يعني يكاد يكون حتى قطر، مش عايزين نخش في حته التجنيس ومين بيسال. لا عادي، ما معروف. لا معروف ان حتى الاول بتاعهم ده يعني يبقى مجنس وجايب بجد. لا عربي 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 وجايب رقمه. احنا عندنا المنافسه بيننا وبينهم ممكن تكون 20 30 سنتي، ده في الزنا كتير. بس على مستوى الدعم اللي هم بياخدوه لمعسكرات ده طبعا لا طبعا اكيد احنا متفقين. فاحنا ما شاء الله عليهم يعني. لا ولسه عندنا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خليني اطلع لفاصل اعزائي المشاهدين وارجع اكمل مع حضراتكم لقائنا مع العاب القوى بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. رشا، يمكن الجمباز فادك في ايه في الزاده؟ يعني لعبتك في الجمباز فادتك في ايه؟ طبعا فادتني في اغلب الحاجات، يعني فادتني في كل حاجه ليها علاقه بالقوه. ايه مثلا؟ يعني هل مثلا التوافق العصبي هل فادتك في مسكه الزانه؟ لا لا. طيب كنت بتلعبي على جهاز ايه في الجمباز؟ بلعب جمباز فني اربع اجهزه. اربع اجهزه. بتلعبي الحلقه لا لا، الحلقه ده بتاع الولاد. بتاع الولاد. كنت بتلعبي بلعب ارضي متوازي وبيم وحصان. متوازي وبيم وحصان، كل ده كل ده شغل اجهزه صح. طيب انت عملتي ده وفاديتك جامد جدا في الزانه. طيب ده اكبر حاجه او اللي ساعدك ان انت عرفتي فنيات الزانه؟ لا طبعا، جبتي رقم كبير. طبعا فنيات الزانه هي اللي فرقت معايا. طب انت ليه لغايه دلوقتي لسه مرتبطه بالجمباز؟ عشان بتمرنه وانا عندي اربع سنين وانا بحب الجمباز. لسه بتحبي الجمباز؟ فانا خلاص ما بقتش اتمرن. نعم. بتمرني بقى اطفال عشان تطلع شاطره زي كده. طب هو فين بتمرني؟ بتطلعي الجيش ولا بتمرني فين؟ بمرن في طلائع الجيش وفي اليوبلس.
طب انت حياتك حلوه ما بين التدريب ما بين اللعب اللي لسه بتلعبي وبتدرسي انت في ثانيه ثانوي لسه كمان فما شاء الله وقتك مليان جامد ما انا بتكافحي انت جامد حابه الحياه دي ولا لا صراحه حباها حابه ان مبقاش عندك حباها بدل ما افضل بقى قاعده يعني يا اما مش بعمل حاجه يا اما بخرج بقى ومع اصحابي بفضل صايعه كده لا انا حابه الرياضه عامه ليكي هدف وتتعبي له وتشتغلي له كده طبعا انا من غير يعني من غير الحاجات دي مش هوصل لاي هدف طب في الاصل بقى كان ليه جمباز وعشان اختي برضو اكبر مني كانت بتلعب جمباز اللي دايما الاخ الصغير ده ملوش شخصيه عادي تقول له يقولوا له صاحبني بقى في اي حاجه وهو اخوك كبير او اخته الكبيره كنت تلعب يا عيني يقول لك طب انا اروح بقى بس بالعكس لا ده هو بيبقى هو بيتست في اخوه الكبير بيتست فيه بيشوف هو لو اللعبه دي ما عجبتوش تروح حته ثانيه فبيوفر معاه وقت كتير دخلت الجمباز وانا مثلا اكبر من المفروض السن اللي انا اخشه بسنه يعني الاول دخلت العب جودو وانا صغيره كده بعد كده قلت احنا لفينا لفه كده لفيت لفه كتيره لفه كل حاجه لا انا ما بحبش السباحه طب ليه برناس بقى السباحه ما اعرفش اعوم طيب ماشي لعبت كوره شويه طيب خلصنا جودو دخلنا بعد كده قلت بقى عايزه اخش الجمباز الصراحه فلقوني برده شاطره في الجمباز كانوا بيقولوا عليا فولاذيه بس فدخلت في سن اكبر مني كان المفروض اخش الاول يعني تحت 7 دخلت تحت 8 على طول فالحمد لله اتفوقت فيه وكانت الدنيا كويسه فقلت اكمل بقى في حد في عيلتكم كان رياضي بابا ماما حاجه ولا لا لا ما كانش في حد رياضي بس هو في الطبيعي بيكون يعني هو بابايا كان بيلعب جيم وكده بس مش رياضي في حاجه يعني مش رياضي بس هو كان لما طب انت ليكي اخوات اكبر منك تقريبا راح لا عندي اخ كبير كان بيلعب جودو كان بيلعب جودو وبطل طب كابتن يعني رعايه البطل والاسره يعني النهارده الاسره هي الخليه اللي بتعد اللاعب وبتجيبه لك جاهز او بترعاه وبتجيبه لك جاهز التنسيق بينك وبين اولياء الامور بيبقى ماشي ازاي كابتن هو في البدايه بيبقى تعارف عادي يعني بمجرد ان هو يجيب ابنه او بنته للملعب من قبله وبيقعد يتابعهم شويه بعد كده بس انت اثرت نقطه كويسه ان لو هذه الاسره فيها نوع من حد بيمارس الرياضه بيبقى بيسهل علينا المهمه نعم. بيبقى فاهم يعني ممكن تاخير في التمرين ايه الولد او بنت يرجع مجهد ازاي في ناس بتخاف يعني مجرد ابنه او بنته رجع مجهد يقول لك لا 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 مش عايز لا لا حبيبي خلاص ما تروحش وكده يعني في ناس بتبقى فاهمه بتدعم هذا طب خش نام بدري طب تعالي طب عايز ايه طب اتصل بالتليفون الولد او البنت عملت كذا طب هي بتشتكي مثلا من رجلها شد شويه نعمل ايه اعمل كذا 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 فدي طبعا بيبقى فيه دعم اسري لازم معانا في نفس الطريق فانه هي بدايه زي ما حضرتك قلت كده وهي قالت ان بيبقى في حد في الاسره فاهم الرياضه وبعدين زي ما هي قالت كده واحد بيبقى بطل بس مش شايف ده بيلعب كذا لعبه ومتفوق في كذا حاجه بس ما تخصصش في حاجه معينه ما شاء الله رشا كانت جمباز وجميله وكل حاجه ماشيه بس حبيت بقى الزانه بقت بطل عرب النهارده عامله رقم مصر في سنتين ما هو ده من نوع الـ مش عايز اقول الصدفه انما الـ الاكتشاف الجيد اللي ممكن يعمل الرقم اللي احنا ما نعرفوش صح بس برضو ارجع رشا يعني العاب القوه بالنسبه للبنات خلينا نتكلم بكل امانه أيوة. مش جاذبه قوي هو ده اللي لسه يعني انا بتكلم صح يا كابتن انا بقول ده صح ولا غلطان دايما البنات عندها يعني ايه العاب القوه ممكن تجتذب الولاد اكتر ولا دلوقتي الموضوع اختلف لما كنا احنا بنلعب لا هو اختلف لان بقى في فهم شويه العاب القوه بتقول واحد او حد او ولي امر او وليه امر او البنت لما نروح المدرسه العاب قوه كان متخيل العاب قوه دي بقى هتطلع عضلات والبنت ويطلع شنب وكده احنا ما شاء الله معانا رشا زي القمر وكان معانا يعني اللاعبات اللي قبل كده زي القمر يعني النظره اختلفت يعني اختلفت يعني الحمد لله كده تمام طب انت ما خفتيش لما يعني اتقلبت العاب قوه للهدف اللي بيقولوا على كده كابتن ياسر ان يطلع لي عضلات وجسمي يبقى ناشف لا ما انا كده كده الجمباز برده بيطلع عضلات فانا بالنسبه لي لا انا حابه الحاجه دي طيب الزانه ايه اللي مطلوب مني؟ ايه اللي مطلوب مني كلاعب عشان اوصل؟ يعني النهارده انت رقمك 380 هل بالتمرين ولا ان انا لازم اعلي امكانياتي البدنيه؟ يعني ايه؟ هل في الزانه التكنيك الفني قيمته اكبر ولا التطور البدني قيمته اكبر؟ فاهم قصدي ايه؟ فاهمه بس هو الاثنين مع بعض لازم يعني لازم الاثنين بس اكيد بيبقى بنسبه ما طبعا التطور البدني بيبقى لازم اقوى التكنيك صح. خلاص احنا عرفنا احنا التكنيك ازاي من اول ما ابتدينا فبنحتاج بقى نطور نفسنا بدنيا فاهم عشان اول ما نقوى اكتر بنمسك زنات اكبر فبننط اعلى فاهم طيب ده ممكن يتحقق ازاي يعني النهارده هل انت محتاجه مدرب فيتنس ولا كابتن تامر كافي هو بيقدر يمرنكم الحته دي يعني ازاي تطوري الفيزيكال بتاعك ازاي تقدري تطوريه
لا احنا مش محتاجين مدرب فتنس، احنا الكابتن بتاعنا يعني هو بيعمل بيعمل كل حاجه صراحه. ويمرن كام ساعه تقريبا؟ يعني ممكن من ساعتين ساعتين ونص. ايه بقى بتتمرنوا ايه؟ يعني مسؤوليه تمرينتك النهارده خدت شنطتك ورحتي ودخلتي التمرين بيحصل؟ بنجري طبعا الاول، وبعد كده بنعمل الاطالات والحاجات دي. تمام. وبعد كده تشوفوا الكابتن. نعم. ورم اب يعني الاول بتعملوا تسخين و... أيوة بكل تسخين عامه، وبعد كده الكابتن بقى يشوف احنا ايه اللي ناقصنا، يعني مثلا حد ناقصه تكنيك نعمل على التكنيك شويه، حد ناقصه فيتنس بنعمل فيتنس، فاهم؟ بس بتقعدوا قد ايه بقى؟ يعني انت مثلا بتقفزي بالزانه مثلا في التمرينه كم مره تقريبا؟ ممكن مثلا بتاع 20 مره مثلا. بتقعدوا على حسب يعني بيبقى اغلب التمارين اللي بتبقى قبل البطولات على طول دي قفز قفز بتبقى بنفضل نقفز كتير. طب وهي وهو ده يعني هل مثلا انت هتيجي عليك فتره هتبقى محتاجه معسكرات خارجيه، محتاجه تعملي احتجاج بره؟ طبعا طبعا انا ببقى محتاجه ده، عشان ده بيخليني اللي هو ابقى داخله اي بطوله يعني دوليه وانا واثقه من نفسي اكتر، ابقى خلاص اوريدي انا يعني في التحامات ما بيني وبين الدول الثانيه. ف وخبره الماتشات بس انا لا انت ان شاء الله ما يقلقش عليك. انت ما شاء الله امنيه وانت وجيلان وعلاء الحقيقه انتوا مجموعه، انا حاسس ان انتوا عندكم الشخصيه بس تكملوا الشخصيه البطل. كابتن قبل ما ننهي فقرتنا دي، امالك وطموحاتك؟ يعني انا سالت كل اللاعبين واللاعبات، ناقص بقى حضرتك راس المنظومه دي. والله امالي وطموحاتي ليهم ولمدربينهم ولاسرهم، احنا كجهه منفذه وراعيه ليهم، ان احنا نقدر نلبي 50% من طموحاتهم، سواء كانت من الناحيه الميدانيه في الملعب او الناحيه الماديه في دعمهم فنيا وماديا في ادوات، لان ده اللي تتمنى دعمهم. تتمنى دعمهم يا كابتن؟ اتمنى واسعى كده وبحاول طبعا بحاول انور على العاب القوى المصريه والاهليه كتير، ان عايز يعني شويه اهتمام ونظر ليهم لو تم دعمهم بالصوره، مش عايز اقول كافيه، المتوسط الافضل، هنروح في حته بعيده قوي ان شاء الله يحصل يا كابتن باذن الله. كل املك وطموحاتك تتحقق يا رب ان شاء الله. نورتني وشرفتني يا كابتن بجد. اشكرك جدا جدا، ويا رب في كل نهايه موسم كده مع حضرتك ان شاء الله ودايما مع بعض محتفلين دايما بانجازاتك وانجازات ولادك الجميله يا كابتن. ان شاء الله. كابتن ناصر داوود رئيس جهاز العمل القوه، نورتني وشرفتني. اشكرك واشكر كل القائمين على القناه. رشا صيام طبعا، يعني اقول ايه بقى، المعجزه جمباز وبعد كده رمي بالزانه ان شاء الله وقفز بالزانه، ان شاء الله تحققي نتيجه كويسه. بشكرك نورتني وشرفتني، اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده مع العاب القوه. انا متاكد ان يعني جماهير النادي الاهلي اللي بتابعنا اكيد ما يعرفوش حجم الجهد المبذول عندنا في العاب القوه، وازاي عندنا مجموعه كبيره من نجوم مصر ونجمات مصر، سواء في قطاع الناشئين او الناشئات او في العمومي، كل ده جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيرعى منظومه كبيره، بترعى عديد من الالعاب مش بس كره القدم. كل التوفيق طبعا لفرقتنا وفرقنا في النادي الاهلي المتبقي ليها المنافسات، وبشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى حلقه جديده مع الاقطار.